الكابتن إبراهيم سالم، بعض إدارات الأندية تتعامل مع المدربين كمصدر عمالة. تابع. مع كل الاحترام والتقدير إلى الإدارات المميزة، لكن اليوم المدرب أصبح كأنه عامل من المصدر تروح تجيبه. مع كل الاحترام والتقدير للعامل هذا اللي يبحث عن قوته، لكن حالات مرفوضة. اليوم أنت شوف بعض المدربين النجوم والأسماء اللي عاشها كلاعب ما تقبل تدخلات الإدارة. اليوم الحلقة الأضعف المدرب، فرق متصدرة، دليل أنه متصدرين أقالات المدربين. هذه للبعض إحنا نتكلم، أما أنه أنت من تريد تذكر بعض المدربين، يا أخي هاي المهنة مع الأسف أنه بدأوا يبحثون عن مصدر قوتهم مو طموحهم، وحالة سلبية أنا أعتبرها. أتمنى من المدربين تقييم نفسهم واحترام نفسهم أكثر وأكثر صراحة.